نحيا وبالإيمان نسعد في دنيتنا بالحب والأمان نسعى لآخرتنا نعمل لنرضي الله ونقول غايتنا نعمل لنرضي الله ونقول غايتنا بيكون الجزاء جنتنا. انترو. دروس ومحاضرات، خطب مسجدية، برامج تلفزية، بعضها يتبعها الآلاف بل الملايين، وبعضها لا يتبعها إلا أصحابها. خطباء ووعاظ، أئمة وشيوخ، علماء وفقهاء، منهم من يحرك الملايين ومنهم من لا يحرك حتى نفسه. خطب تهز المنابر والمساجد والقنوات، وأخرى تجلب النعاس والنوم والكساد. بعضهم ييسر وبعضهم يبشر، والبعض الآخر يعسر وينفر. بعضهم يمثل ضمير الأمة، وبعضهم لمن يدفع أكثر. منهم من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومنهم من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ بتحية الإسلام يحييكم مشاهدينا الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. رحبوا بكم جميعا حيثما كنتم داخل أرض تونس الحبيبة وخارجها، ومعكم أرحب بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو: الدكتور الهادي روشو، أستاذ القراءات وعلوم الحديث بجامعة الزيتونة، ومدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس ومقدم برامج دينية، والأستاذ سيف الدين الكوكي، إمام خطيب ومقدم برامج دينية تلفزية. كما أرحب بتواصلكم معنا مشاهدينا الكرام عبر صفحتنا على الفيسبوك الإيمان والحياة، الصفحة الرسمية. مئات الملايين مشاهدينا الكرام من المسلمين، سواء في الوطن العربي ولا في الوطن الإسلامي وإلا حتى في أوروبا وأمريكا، مواظبين على صلاة الجمعة. الكثير منهم أوفياء للبرامج الدينية، سواء كانت في الإذاعة وإلا في التلفزة. مئات كذلك الملايين من المسلمين في أنحاء العالم يتابعون بطريقة منتظمة البرامج والمحاضرات والدروس والندوات والمؤتمرات الدينية، والكثير منهم كذلك يدخل على الانترنت يبحث على البرامج الدينية، يحب يتفقه في دينه ويحب يتعلم الدين هذايا، ويحب ياخذ الشحنة بالشي نجم يعيش بها ويواجه بها صعوبات المجتمع. ولكن السؤال الملح: هل الخطاب الديني اللي قاعدين ينتظروا فيه مئات الملايين من المسلمين قاعد يلبي في رغباتهم واحتياجاتهم وإلا لا؟ هل الخطاب الديني فعلا جذاب يجذب المجتمع والمستمع والمشاهد، وإلا خطاب ركيك وخطاب تقليدي؟ إن كان كذلك، هذا الخطاب الديني خطاب كلاسيكي وتقليدي وممل، فما هي هذه الأسباب اللي خلات يوصل الخطاب الديني إلى هذا المستوى؟ خاصة احنا في تونس عنا جامعات وعنا معاهد كبيرة، عنا جامعة الزيتونة اللي هي الوريث الشرعي لجامع الزيتونة المعمور، اللي كان أول مؤسسة دينية وتعليمية على مستوى العالم العربي والإسلامي، واللي كان قبلة لكل طلاب العلم اللي يحب يتعلم الدين متاعه يجي لتونس. هذه جامعة الزيتونة اللي هي كما قلنا الوريث الشرعي لجامع الزيتونة، عبارة على مصدر من مصادر تعداد وتكوين هذا الخطاب الديني. للأسف الشديد اليوم كثير من الناس يتحدث على خطاب ديني ركيك في تونس وفي العالم بصفة عامة. شنية الأسباب اللي خلات أنه هذا الخطاب يوصل إلى هذه الدرجة؟ ما هي الحلول اللي ممكن نطرحوها مع بعضنا ونحاول نجدوها من أجل الخروج من هذا المكان اللي وقع فيه الخطاب الديني؟ هذه الأسئلة وغيرها باش نجاوب عليها اليوم في الإيمان والحياة بإذن الله، ولكن بعد هذا التقرير. نشاهد التقرير ثم نعود بإذن الله.
الخطاب الديني خطاب يستند إلى مصادر التشريع الإسلامي وهي القرآن والسنة، ويتميز هذا الخطاب بالتجديد ضمن إطار عقيدة الإسلام، ويرتبط مضمونه بما يحتاجه المسلمون، ويكون المقصد منه حل ومعالجة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في الوقت الراهن. لا يمكن أن نتحدث عن خطاب ديني واحد كل الناس يتكلموا بنفس الطريقة، فهناك أكثر من طريقة وأكثر من مضمون. الملاحظة الثانية أن الميزة للخطاب الديني الإسلامي المعاصر هو أن كثيرين تبوأوا هذا المشهد من اختصاصات معرفية مختلفة، فهذا أضفى أثراء على هذا الخطاب. يرى بعض الباحثين في علم الاجتماع أن الخطاب الديني الحالي تشوبه عدة نقائص ويحتاج إلى عملية تقييم من حيث المضمون والأسلوب ليتعايش أكثر مع واقع المجتمع. أن الخطاب الديني يحتاج إلى مزيد من التواصل مع الواقع حتى يجد الناس فيه أنفسهم، ولا يبدو كأنه خطاب يستدعي التاريخ دون أن يحضر الحاضر، وإنما يحتاج إلى أن يكون يتحدث بلغة اللحظة، باعتبار أن القرآن عندما حدث عن الأنبياء وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. أما من وجهة نظر دينية فالخطاب الديني المعاصر يحتاج أيضا إلى التجديد تجنبا للتكرار وإحداث الملل عند المتلقي. برش يقول لك مثلا الخطبة ما شدتنيش، ولا يقول لك جاني النوم. لهنا إذا كان نسمع المصلي قال الكلام هذا قبل كل شيء أنا نحاسب نفسي، ما نقولش أنه لا خاطر هو مش مركز، وعلى خاطر هو تاعب هو، على خاطر لا، نقول أكيد أنه أسلوبي، أكيد أنه فما حاجة في كلامي ما شدتوش وجابت له النوم كما نقولوا نحن. فلهنا نحتاج إلى تجديد، خاصة أنه الخطاب كيفاش يكون أيضا موجه إلى الشباب، لأنه يعني كنشوف اليوم الخطاب الجمعية متاعنا نلقاو أنه فما عزوف من قبل الشباب، هو مش فقط على خطاب جمعية، حتى كنشوفوا حتى في بقية الصلوات كيفاش نحاولوا أن نقدموا. يتفق أهل الاختصاص وعلماء الاجتماع على أن الخطاب الديني المعاصر يتطلب مراجعة شاملة ودقيقة مضمونا وأسلوبا، حتى يحافظ على قربه من مشاغل الناس ويبعد عنهم الشعور بأحادية الخطاب ويقربهم أكثر إلى دينهم. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. دكتور هادي رشو، لو بدأت معك سيدي، ماذا نقصد بالخطاب الديني؟ هل الخطاب الديني هي خطب الجمعة والدروس المسجدية فقط، ولا الخطاب الديني هو أعظم وأشمل من ذلك؟ شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلمة الخطاب هي في حد ذاتها تعني رسالة، نعم، يريد أن يقدمها المتكلم إلى المتلقي. جميل. وسواء يكون هذا في خطبة جمعة وإلا يكون فوق منبر من منابر قاعة من القاعات، في محاضرة، في برنامج تلفزي، في مؤتمرات، في غيرها. نعم. لكن إذا مش نتحدث على الخطاب الديني، رانا مش نتحدث على خطاب يرتكز أساسا، نعم، إلى مصادر التشريع الإسلامي، نعم، اللي هي أساسا القرآن والسنة النبوية. نعم. فالحديث إذن وقت اللي نتحدث على الخطاب الديني رانا نقصده واحد مش يتكلم، لكن مش يقول لك قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن يكون فيها شوية اجتهاد. نعم. والاجتهاد هذا إن حصل فسيكون انطلاقا من القرآن ومن السنة. جميل. يعني الخطاب الديني هو الخطاب ذو مرجعية إسلامية يعتمد على القرآن والسنة، ولكن مش كل وين تقال، مش بالضرورة أنه يكون في المسجد، نجم يكون في المسجد، نجم يكون في الشارع، نجم يكون في الإذاعة، نجم يكون في التلفزة، أي مكان، أي خطاب تقال باسم الدين، مش مشكلة المكان وين سمى خطاب ديني، وهو كذلك. جميل. طيب أنا نسألك دكتور هنا، كان يعني هل أنت راضي حقيقة، يعني بكل صراحة، هل أنت راضي على الخطاب الديني التونسي؟ نحب نحكيه على تونس الآن، يعني الخطابات اللي قاعد تسمع فيها سواء في المساجد ولا في المحاضرات ولا في الندوات ولا حتى في الجامعات وفي المعاهد ولا حتى في القنوات الفضائية، الخطاب الديني التونسي راضي عليه ولا؟ لو نقول أنا راضي معناها ما عادش نتحركوا وما عادش نخدموا وما عادش نطوروا وما عادش نصلحوا وما عادش نحسنوا وضعيتنا. بينما الواقع يقول أننا يجب أن نصلح، حتى وإن كنا، خليني نكون صريح معك، ما يلزمش نكون راضين على أرواحنا.
لأن مهما حاولنا باش نصلحه ما هو النتائج وقاعدين نشوف أن الكثير من الناس يقول لك يا أخي أنا بصراحة نسمع واحد يتكلم باسم الدين ما يقنعنيش لأن عنده طريقة معينة أنا ما نقبلهاش وإلا من نلقاه يمشي في اتجاه معين فما حاجة ما هيش ماشية. شنو هي الحاجة اللي ما هيش ماشية هذه؟ هذا ما نحتاج إليه في دورات تكوينية. هذا تنشوفوها دكتور، أنا نحب نكون معك هكا أكثر صراحة خاطر هذه قضية فعلا تمسنا الكل كتوانسة وتمس المجتمع الإسلامي بصفة عامة. احنا نعرفوا أن الدين هو الضمير هذه الأمة، هو الذي يحرك الأمة. كل أمة تحب تنجح لابد المصالحة مع ذاتها. احنا كشعب تونسي نحب ننجح لابد أن نتصالح مع ذواتنا خاصة مع ديننا. كي نقول لك أنا أعطيني عدد من 1 حتى 10 على الخطاب الديني التونسي، قديش تعطيني؟ لا لما حالة هو باش نكون موضوعي يختلف من إمام إلى إمام بصفة عامة، من جامع إلى جامع، باش ما نكونش متشائم برشا ولا متفائل ياسر. نعم. خلينا ناخذ 5 على 10. 5 على 10. أي نعم. شكرا. أي نعم. بارك الله فيك دكتور. الله يحفظك. أستاذ سيف الدين، نحب نقول لك أستاذ وما نعرفش كلمة شيخ نحسها باهية هي، لكن أستاذ سيف الدين الإمام الخطيب المتميز، الإمام الخطيب الذواق اللباس اللي يحسن الحديث مع الناس، اللي في حومته محبوب، الناس تحبه في خدمته. يعني احنا دائما كي نقولوا شيخ ديما عندنا صوره نمطيه، هو كالراجل الكبير اللي يقرا من ورقه ويديه ترعش. من لذلك انا متردد، معناتها نقول لك شيخ ولا نقول لك استاذ؟ قول سيف. نقول سيف افضل. استاذ سيف، نحب نسالك انا، انت كخطيب ومارست هذا المهنه بسم الله ما شاء الله، وانت كذلك مقدم برامج دينيه في التلفزه، هل تعتبر أن الخطاب الديني فعلا انطلاقا من ذاتك وانطلاقا مما تشاهد في الواقع التونسي، هل تعتبر الخطاب الديني فعلا لبى احتياجات المواطن التونسي سواء في داره وإلا في الشارع وإلا في المدرسة والجامعة وإلا في الخدمة نتاعه؟ الله يبارك فيك أستاذ سفيان، صديقي وأخوي الغالي، ربي يجزيك خير على هذه الاستضافة. بداية نحب نقول أن الخطاب الديني خلينا نبعدوه على الإدارة شوي. والأستاذ والدكتور سلهادي روشو وهو مدير المعهد الأعلى للشريعة يتحدث من منطلق يمكن الإدارة والوزارة وكذا. أنا نحب نتحدث من منطلق إيماني. الإمام الخطيب ميداني. ميداني. تحب ولا تكره الخطاب الديني هو تقلد مهام الأنبياء والرسل. يعني جميل. أشرف خليني نقول مهنة مثالش. أشرف دور يقوم به الإنسان على وجه الأرض هو أنه يدعو إلى الله، بدليل قول الله عز وجل والآية واضحة وصريحة وما جبتش جديد أنا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والدعوة إلى الله هي مضمونها لكل خطاب، الخطاب الديني. الخطاب الديني كان تحب نحكيه بصفة عامة. أنا نقول قبل الثورة كنا نقول أنه ضعف الخطاب الديني راجع للعصا أو راجع لكذا، وهذا موجود وهذا ما أنا يعني كنت إمام يعني خطيب. الخطبة كانت تجي جاهزة من؟ لا ما كانتش تجي جاهزة، لكن كانت عناوين تطرح أو تفرض على الإمام. والإمام يجتهد فيها وعنده خطوط حمراء. عنده خطوط حمراء أكيد، هذا مما لا شك فيه. ورجعنا الضعف نتاع الأئمة الخطباء قبل الثورة للجانب هذا. لكن بعد الثورة خاصة مانيش نحكي على 11 و12 لأنه فما انفلات كبير ومهمش أئمة خطباء أصلا اللي افتكوا، ما نجمش نحكي على إمام خطيب في 11 و12 اللي فكوا المنابر. لكن لما حدث الاستقرار وقعد مجال الحرية قائم بفضل الله تعالى، وهذا مكسب لينا الكل كأئمة خطباء وكدعاة إلى الله عز وجل. وحتى مش نحكي على مانيش نحكي على الجامعة برك، حتى على التلفزة، لاني ما نذكرش انا اليوم في قناه حنبال انه واحد جاني، واحد في قناه تلفزيه جاني واحد قال لي قول وما تقولش. يعني هامش الحريه اصبح واسع أكبر. بفضل الله تعالى اكبر. ولو والله يخليك تعمل ايش تحب بعد اكتساب الثقه طبعا، وبعد لانه الواحد مسؤول على نفسه قبل كل شيء. فما زلنا نشوفه بعد الثوره ضعف. وانت سيد العارفين، وانت خويا سفيان انت امام خطيب وتسمع وما شاء الله عليك. قاعد تشوف في ضعف موجود على مستوى الأئمة الخطباء، وكما قال الدكتور أنه الأمر يختلف من جامعة جامعة، هذا ما ينكرش اللي فما ما شاء الله أئمة خطباء ظهروا
بعد الثورة اللي نسمعوهم واللي ولاو يعني كي تشوف اليوتيوب تشوف ما شاء الله كيما الشيخ كمانتر كيما أيما ما شاء الله أيما أعلام قاعدين أعلام أعلام عنا لا لو معناتها لو كي لكن بصفة عامة توفرت لهم الفرصة تفضل بصفة عامة هل تعتبر الآن حقيقة الخطاب بالديني التونسي جذاب ولا ممل؟ لا ممل 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 والأسباب لا هي راجعة للدولة ولا هي راجعة للوزارة أتو نجيو للأسباب أنا نحب نسألك الآن يعني أنت قلت نحب نسألك نفس السؤال اللي سألته أنا للدكتور وشو قديش تعطي تو للخطاب الديني من 1 على 10 بصراحة يعني أنت كممارس نحكي تو الدكتور أعطانا كإنسان مربي وموعد برامج أنت الآن كإنسان ممارس كممارس وتسمع وتعيش كممارس مع الناس والناس تحكي لك وتشكي لا كإمام خطيب ولا كمسؤول نعم باش نبرئ ذمتي كممارس أنا 4 على 10 3.5 على 10 نعم صراحة نعم صراحة. نعم هذه الحقيقة للأسف الشديد معنا عبر سكايب الدكتور أحمد جاب الله دكتور أحمد جاب الله معنا نعم معكم أهلا سيدي أهلا بك مرحبا بك الدكتور من باريس هو رئيس مجلس الشرعي الإسلامي بفرنسا دكتور حبينا نعمل مقارنة بين الخطاب الديني في تونس وفي الوطن العربي والخطاب الديني في أوروبا هل تعتقد أن الخطاب الديني الأوروبي استطاع أن يحافظ على الهوية الإسلامية لأبناء المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة يعني تقييم الخطاب الديني يعني أمر يحتاج إلى تفصيل لأن الخطاب هو مرتبط بمن يمارسه وعندما نرى الساحة الإسلامية والساحة الدعوية وساحة الخطباء هم متعددون ومتنوعون فهناك الخطيب الذي له الكفاية العلمية والقدرة التواصلية وبالتالي عنده تأثير فيما يلقيه ومن خطب أو دروس أو عندما يتواصل مع غيره وهناك الخطباء الذين ربما لديهم نوع من البراعة في القول ولكن ينقصهم الجانب العلمي فتجد الخطاب هو خطاب إنشائي أو خطاب يعني عاطفي ولكنه ليس فيه مضمون وهناك الذي يعني يفتقد هذا وذاك وبالتالي يعني حتى يكون تقييمنا حتى يكون التقييم يعني تقييم دقيق وعلمي يجب أن نفصل القول ولكن لو أردنا أن نأخذ صورة إجمالية يعني لهذا الخطاب التقييم أيضا ينبغي أن يكون على معايير ما هو تأثير الخطاب عند المخاطبين لو أخذنا الخطاب الإسلامي الموجه للمسلمين لأن هناك خطاب أيضا يوجه للمجتمع أو لعموم الناس لكن لو نظرنا إلى الخطاب الإسلامي الذي يتلقاه المسلمون في المساجد أو في المناسبات المختلفة فأنا أقول يعني كتقييم عام هذا الخطاب يعني استطاع أن يحقق قدر من النجاحات يعني دكتور أحمد هل أبناء المسلمين الجيل الثاني مثلا هل الجيل الثاني فعلا استطاع أن يندمج مع الخطاب الديني الأوروبي وإلا الخطباء متاعنا في أوروبا ما زالوا قاعدين نتحدثوا على قضايا المجتمعات العربية ونساو مشاكل الجيل الثاني والناس اللي قاعدة تعيش في أوروبا هل فعلا استطاعوا أن يجذبوا ويخليوا الخطاب متاعهم جذاب ويخلي الجيل الثاني يأتي إلى المساجد وإلى المؤتمرات والندوات والمحاضرات؟ طبعا لا أستطيع القول أننا كما سبق للأخوين الكريمين أن ذكر أننا قد وصلنا إلى الغاية وإلى الهدف وحققنا يعني المطلوب لكن أستطيع القول أن الخطباء والذين يتصدرون للخطابة والوعظ يعني هم في الحقيقة يتفاعلون مع احتياجات الساحة يعني أنا أعطيك مثال واحد يعني قبل عدة سنوات يعني لو رجعنا إلى 10 أو 15 سنة إلى الوراء نجد أن الخطباء في غالبهم لا يتحدثون إلا اللغة العربية في حين أن الذين يحضرون إلى المساجد عدد كبير من الشباب الذي لا يفهم العربية أو عربيته ضعيفة جدا الآن لو نظرنا إلى الخطباء خطباء الجمعة فعندنا في فرنسا وهذا يعني تقريبا أيضا في الدول الأوروبية الأخرى يعني أستطيع القول بأن 70-80% من الخطباء يجمعون بين اللغة العربية وبين اللغة الأوروبية لغة البلد وهذا أعتقد هو نوع من التفاعل مع جمهور المخاطبين
لأنهم يدركون أنه إذا لم يخاطبوهم باللغة التي يفهمونها فطبعا هذا الخطاب لن يصل إليه. جميل دكتور أحمد، احنا سنأتي على هذه النقطة بالضبط وعلى لغة الخطيب ودور الخطيب فعلا، ما هي المسائل اللي تتعلق بالخطيب، ولكن نحبك تبقى معنا دكتور أحمد وباش نخرجوا احنا مع بعضنا، لأن سألنا الشارع التونسي وقلنا لهم هل تعتقد بأن الخطاب الديني سواء كان في المساجد أو في الإعلام مقنع وإلا غير مقنع، وهل فعلا أدى إلى تلبية رغبات واحتياجات المواطن التونسي ولا؟ نشاهدوا بإذن الله مع بعضنا هذا الرأي ثم نعود بإذن الله. شو نتبعوا احنا في الراديو؟ ثم اسئله مثلا في الفقه على وضوء على قرض باش ياخذوا، ثم نواقض وضوء، ثم حاجات اللي ربما الانسان باش يصلح بها حياته، باش يصلح بها واقعه، باش يصلح بها صلاته، باش يصلح بها تصرفاته. اما المواضيع الاخرى كلها ديما تحكي كان على الماضي كما في الاخرين كما في الجوامع. بالضبط بالضبط بالضبط. فما برامج صحيح تحسها من الواقع الملموس متعايشه معانا، تحكي على قضايانا اللي نعيشوها اليوميه، فما برامج تحسها لا علاقه، تحكي معنا في مواضيع بطريقه يعني ساعات تحسها مستفزه. فما شيء يعجب معناها حتى البرامج معناها جيش الصلاه الاركان دين الاسلام العباده ما يحكولكش معناتها على حاجات معناها اللي تهمنا في تونس. هناك بعض الخطب تلبي حاجيات الواقع وتتطرق مثلا لمساله الميراث مثلا الزواج، وبعض الخطب لا علاقه لها بالواقع. فيما يخص الجمعه في المساجد فيها وعليها، فيما يخص التلفزه قليل كان شكل سؤال وجواب، هذاك يسال المواطن يجاوبه على حسب ما يسال المواطن. كثير الخطباء الجمعه يوميا، وترى الواقع أي الكلام شيء والواقع شيء مغاير تماما. شوفوا الشباب كيفاش ضايع وبعد على الدين، وينه هذا كله في الخطب وفي البرامج الدينية؟ ما ثماش التوا يحكيه كان على حاجات حرام وحاجات حلال وكيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكيفية وكيفية وكيفية. مرة سمعت خطبة الناس ما زلت مش مقتنعة اللي الخل شرب، يحكيوا على شرب الخل هل حلال ولا حرام؟ طيب مواضيع هذه متاع عصر، المواضيع اللي يجيبوا فيها ما هيش تحكي على الواقع جملة، ما هيش تحكي حاجات اللي بها الفايدة ما يقولوهاش. ثم برشا ناس ولات تخير منها تصلي في ديارها وتبعد على المساجد اللي وقع تشويها. خطاب الديني شيء حلاح، كونه ما نراه في شوارعنا وفي عائلاتنا وفي حومنا وفي مدارسنا وفي معاهدنا وفي كل مؤسساتنا من فساد ومن استهتار ومن هبوط أخلاقي ومن 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 ومن، هذا كله من الخطاب الديني تقريبا. ما ثم حد شيء لا في التلفز ولا في خطب جمعة عندها علاقة بالمعيش والملموس نتاع المواطن. ثم قنوات أخرين يتفكروا الدين كان في رمضان، وربي سامحهم اللي هم مش مخصصين، نحن شعب مسلم 99% من التوانسة مسلمين، ومش مخصصين فترة مش مخصصين معناها ولو حتى الأذان ما يتعداش فيهم. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الدكتور الهادي روشو كنت تسمع في الشارع التونسي ايش قال؟ قال احنا نعيش في واد والائمه والخطباء والبرامج الدينيه التلفزيه والاذاعيه في واد اخر، مش قاعدين نعيشوا في مشاكلنا. هذا سبب من الاسباب على حسب ما قالوا هما انه اصبح الخطاب الديني فاشل او خلينا نقول ممل، كيف ترد؟ والله هي المسألة مش مسألة رد، وإنما مسألة الواحد مثلش يسمع الآخر باش يصلح روحه، لا نشك في هذا. أن الخطابة أحيانا يكون خارج الواقع لا ننكر أن يكون هذا موجودا، يجي يعني الإمام. أنت قلت أحيانا ونقول نعم غالبا. هذا كل واحد عدو الحومة متاعه هو اللي جاء نعم فيها نعم. أنا دائما لا نعمم لأن نعم التعميم فيه مغالطة واضحة، لكن أش نقول؟ صحيح أننا يصير يجي إمام خارج الاختصاص نعم، وللأسف خليني نقول حاجة زادة أن تقريبا 6% فقط من خطبائنا هم من أصحاب الاختصاص في الخطاب الديني في الشأن الديني،
6% والباقي الكل اختصاصات غير دينية، بينما احنا مش حطوا على خطاب ديني، يعني خطاب ينطلق من القرآن ومن السنة. النتيجة ما نستغربوش، مش جريمة في حق الدين هذا شيخ دكتور؟ للأسف مو خطر، فمش يكون عنده زين وخباه، هكا هو اللي عنا. يعني تو يجيك واحد يقول لك بطبيعة ما يشد هو باش ياخذ الإمامة، نعم، إلا ما تشهد فيه لجنة أنه مؤهل، نعم، ويتعدى قدام اللجنة. من حسن حظه كانت الأسئلة سهلة مثلا نوعا ما، نعم، وإلا أنه أمره واضح، المهم عدى روحه، نعم. فوقت اللي خطب المرة الأولى، خطب المرة الثانية، المرة الثالثة، وإلا طلع تكلم المرة الأولى، نعم، نحن هكذا انتهى الزاد اللي عنده، كمن ما عادش عنده ما يقدم. وقتها شو اللي يعمل؟ يمشي ياخذ ورقة من الكتب ولا ينسخها بأي طريقة من الطرق، ويطلع يقرأها قراية كما هي، نعم، ويهبط. طيب وزارة الشؤون الدينية لهنية ما تاخذش بعض التدابير كي تلقى إمام شدد ورقة ويقرأ من الخطبة من ورقة؟ مش حرام والجريمة؟ احنا كان واحد طبيب يعمل ولا مهندس يعمل عملية، هو يبدأ مصاحب اختصاص يدخل الحبس، أما على الدين معناتها أي واحد ما يدخل ما شاء الله يعمل اللي يحب يلبز يعمل أبداً أبداً. والمجتمع هو اللي لا لا سيدي اللي يدفع الفاتورة. في كل معتمدية عنا ناس مسؤولين، نعم، على متابعة الخطاب الديني في، نعم، أي مكان من الأماكن، نعم، وعندنا حاجة اسمها متفقد، نعم، فالمتفقد هذا من شأنه وهذا من اختصاصه، نعم، كل ما فما راه أعوج، نعم، مباشرة يصلحوا على البلاصة، ثم عنده تقارير قاعدة تكتب، نعم، من أجل أن تتخذ الوزارة ما ينبغي أن يكون، نعم. ثم من ناحية أخرى، نعم، فما إمكانية أخرى، أنا مش نتحدث تويك الله غالب مش نلبس لبسة الوزارة، نعم، وهو أن كل شهر لابد أن يخضع هؤلاء الأئمة في نطاق المعتمدية وفي نطاق الولاية بالذات، نعم، يخضع إلى تكوين، نعم، والتكوين هذا يحضر فيه ويصحح وفما متابعة، وقاعدين يحضروا الأئمة، قاعدين يحضروا ويجيوا ويصحوا والأوراق تجي بأنهم فعلا قاعدين يعملوا في تكوينهم، نعم، وهي الطريقة اللي نجم نتبعوا بها، وهي فما الإمضاء ولا فماش، واضح واضح، بحيث صحيح أن هل الفصل هذا ما بين القطيعة بين الواقع والخطيئة، الخطاب نقول القطيعة، نعم، بين الواقع وبين الإمام، نعم، أو بين اللي يتكلم، مش الإمام بقى، ينجم يكون حتى خطاب مقدمة في إذاعة أو في تلفزة، نعم، بالضبط، نعم، فما هو في واد والواقع في واد آخر، نعم، ينجم يكون كما قلت لك ينجم يكون نقص في التكوين، نعم، نتيجة عدم الاختصاص مثلا، نعم، نعم، ينجم يكون حتى هو مش مقبول، نعم، الله غالب سواء في مظهره في سلوكه في طريقة كلامه، نعم، فما شيء من عند ربي زاده الله غالب. خلي هذه النقطة بالذات نسأل عليها الشيخ الممارس للخطابة، نعم، تعتبرش أنت بعض الخطباء يكررون أنفسهم أو يقلدون الآخرين؟ تلقى إمام ما عندوش هوية، ما عندوش هو، بصمته مش موجودة، إما تلقى دائما يكرر في نفس الحديث، وإلا تلقاه يقلد شيخ من المشايخ، وإلا المواضيع متاعه شيخ سيف مواضيع متاعه دائما عذاب القبر الزهد، مش عارف مواضيع فعلا احنا فقراء، يبدأ في حي شعبي فقير ويحكي لهم على الزهد، زهد شنو باش يحكي لهم عليه؟ تيما ما لقاوش ما ياكلوا. به سيدي سفيان، خلينا نتفقوا ساعة، لأنه في التقرير الأخرين اللي سمعته كلمة الواقع 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 المعيش الواقع الواقع الواقع، نعم، تكررت أكثر من مرة، نعم. هنا نحب نقف وقفة، وأنا متأكد اللي الدكتور بشي شطرني الرأي. علاش؟ لأنه الإمام الخطيب، نحكي لك أنا كإمام خطيب، نعم، الإمام الخطيب اليوم هو بشر، نعم، هو إنسان، هو عنده عائلة، نعم، هو موظف، هو يخالط الناس، هو يعيش، نعم، عنده أولاد صغار. خلينا نتفق الساعة، الحديث عن الواقع، نعم، هو سياسة ولا مش سياسة؟ لأنه التلبيس اللي قاعد يصير، نعم، أنه الحديث عن الواقع، الحديث عن الحياة، الحديث عن الإدارة، الحديث عن المؤسسات، يعني المشاكل الاجتماعية الحقيقية، يعطيك الصح، كان يتكلم فيها الإمام، كان يتكلم فيها ولا السيس، صار علينا هذا، نعم، يجيك تحكي أنت على موضوع مثلا على مثلا على الاجتهاد في العمل وإلا الإدارة وإلا الرشوة ولا غير ولا غير، نعم. ف
برشا مواضيع تتعلق بالحياة الاجتماعية. جميل. أكثر من مصلي يجيك، أكثر من مصلي، نحكي لك واقع هذا. نعم. أنا مش قاعد ندافع الأيمة، لكن نعم. هذا موجود، هذا تلبيس قاعد يصير. نعم. أكثر من مصلي يجي للأيمة الخطباء يقول لهم يا أخوي إيش بك سيستنا الجامعة، وإيش بك تحكي لنا يا أخوي أنا نحب نتعلم نصلي، توا هم يقولوا توا يحكيون على الـ. أنا معاه أنه الخطاب الديني يبعد على الحديث عن نواقض الوضوء والنفاس ودم الحيض وغيره وغيره وغيره. نعم. لكن يلزمنا زيادة الناس تفهم أنه راو مسألة تحييد المساجد. هات نفرقوا، خلنا نفهم ما معنى تحييد المساجد. تحييد المساجد عن الدعوات الحزبية، متفاهم معاك وأنا ما نختلفوش، ما نختلفوش حتى واحد. نعم. بالعكس. نعم. وهذا قدام ربي مسؤول طبعا ليدعو لأي حزب طبعا فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. لأنه الدعوة يجب أن تكون إلا لله عز وجل. نعم. ولكن أنه أنا تحييد المساجد تقول لي تزيد سمحني في الكلمة تدخل لي معاها ما تحكيش على الواقع باسم تحييد المساجد، فلا. نعم. لأنه الآية واضحة وصريحة، ربي سبحانه وتعالى بين في القرآن الكريم أنه الداعي لله، وهذا من هدي رسول الله. نعم. خطبة الجمعة يلزمها تكون خطبة تتحدث على واقع الناس في إطار معين، فكل أسبوع ذاك صار تختلف من حومة الحومة ومن جميل. قرية القرية ومن جميل. ومن مشكلة المشكلة. نعم. ومن كذا، فهنا يلزمنا نفرقوا ويلزمنا نبينوا ونفهموا الناس وحتى الوزارة وحتى المسؤولين ما معنى تحييد المساجد. خط الإمام الخطيب يقول لك أنا مغدو الحي ما يدافع علي حتى واحد، راه نعم. غدو الحي أنا لا وزارة تقول لي دافعك، مثال يعني. نعم. فهنا يلزمنا نقابة الأئمة ما تنجمش تعاون في المسألة هذه؟ والله بالنسبة لي أنا المسؤول الأول على الوزارة. نعم. المسؤول الأول على الإمام الخطيب هو الوزارة. نعم. فالتكليف جاء من الوزارة. نعم. وبالتالي المسألة مسائل جانبية متاع النقابة وكذا موضوع ثاني هذا. نعم. خليني دكتور سيف بحوله باش نرجع لك، خاطر مازال الحديث طويل في هذا. نحب نمشي للدكتور أحمد. دكتور أحمد، نحب نتحدث عن سبب من أسباب بين ظفرين لو تتفق معايا الفشل الخطاب الديني في أوروبا، هو أن الأئمة في أوروبا يتحدثون دائما بلغة الدول العربية، حتى احنا نشوفوا قبل يجيونا بعض الأئمة او الدعاة او العلماء من البلاد العربية ويعطيونا فتاوى يمكن لا تتماشى مع احتياجات المسلم في أوروبا. هل تعتبر هذا سبب من أسباب فشل الخطاب الديني؟ يعني طبعا هذا عنصر من العناصر اللي موجودة فعلا. نعم. طبعا دون تعميم كذلك، لأن الآن الحقيقة واقعيا المساجد هنا عندنا، وأنا انطلقت من مثال فرنسا، الآن عندنا أكثر من 3000 مسجد، يعني أكثرها تقيم صلاة الجمعة. الآن كل الجمعيات المسؤولة على هذه المساجد عندما يريدون توظيف إمام، من الشروط الأساسية أن يكون مقيم هنا، أن يكون يتقن اللغتين، اللغة العربية واللغة الفرنسية، وأن يكون عنده تكوين. يعني لأنه الآن إحنا عندنا مؤسسات والحمد لله مثل الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية وغيرها تكون هؤلاء الأئمة. فأعتقد أنه رغم وجود هذا الواقع الذي كنت تصفه، لأنه في وقت من الأوقات كان هناك فراغ مع وجود يعني هذا الاتجاه نحو التدين ووجود المساجد والمصليات وجود حرية أيضا للممارسة الدينية، لم يكن هناك يعني أشخاص مؤهلين للقيام بهذا الدور. فغالبا الأئمة إما أن يتم استقدامهم من بعض البلاد العربية، أو أئمة يعني هم هنا ولكن ليس لهم التكوين الضروري، وما زال عندنا هذا الصنف موجود بدون شك. ولكن دكتور أحمد لو سمحت نحب نسألك على مؤتمر بورجيه. مؤتمر بورجيه يعتبر من أكبر المؤتمرات الإسلامية في أوروبا تقريبا، عدد المشاركين فيها والحضور فيه يتجاوز العشرات الألاف. نحب نعرف هل نجاح هذا المؤتمر يعود إلى الخطاب الديني أو للهفة المسلمين للقاء العلماء، حتى ولو كان أن هذا الخطاب لا يلبي احتياجاتهم؟ والله طبعا هذا المؤتمر يعني هو من أكبر المؤتمرات الموجودة في أوروبا، ربما في الغرب عموما، وهو على فكرة سوف ينطلق إن شاء الله ابتداء من يوم الجمعة القادم، يعني 30 مارس إلى غاية يوم الاثنين 2 أفريل، وهو للمهتمين يعني ينقل نقل مباشر، يعني يمكن متابعته.
هذا المؤتمر يعني فعلا ما ذكرته هو مثال عملي وحقيقي، يعني يحضره أكثر من 150 ألف خلال هذه الأيام الأربعة من كل الأصناف، يعني من الشباب ومن الكبار ومن كل الأعمار. نعم. طبعا ما هو السبب في هذا الإقبال؟ وهذا يعتبر يعني إقبال جيد على لقاء يعني إسلامي. نعم. أعتقد يعني أسباب عدة أيضا، لا شك أن لقاء إسلامي عند المسلمين في مثل هذه الساحة وهذا المجتمع غير الإسلامي هو عنصر من عناصر الجذب، ولكن أعتقد أيضا الخطاب الذي يجيده هؤلاء يعني الذين يشاركون ويحضرون هذا المؤتمر أيضا هو عامل من عوامل الجذب، لأنه هذا الخطاب أولا يعالج قضاياهم، يتعرض للقضايا التي يعانون منها، يخاطبهم باللغة التي يفهمونها، يعني المؤتمر على فكرة لغته الأساسية يعني هي اللغة الفرنسية. النسبة المئوية للغة الفرنسية كم دكتور تقريبا في المحاضرات؟ يعني نقدر نقول لك 95%، ما شاء ربما الله. 5% من المتحدثين باللغة العربية أيضا تتم ترجمة محاضراتهم ترجمة فورية. جميل. يعني يكون مترجم إلى جانب يعني المتكلم ويقوم بالترجمة. هل المحاضرون هم أغلبهم من أوروبا؟ ولا فيهم، أعطيني نسبة المئوية من المحاضرين اللي جايين من أوروبا. يا سيدي مثلا هذا العام حتى أقول لك، لأن البرنامج قد وضع، يعني هناك يعني خلال الأيام الأربعة، لأنه في ندوات وفيها يعني عدة يعني فرص للمحاضرات ولغيرها، يمكن عدد المتدخلين يزيد عن 60 شخص، يعني متدخل 60 إلى 70 شخص. نعم. منهم 2 فقط يأتوا من خارج أوروبا. ما شاء الله تبارك الله. أوكي دكتور أحمد ابقى معنا، احنا الآن باش نخرجوا تقرير صغير عنا حابين نشوفه فيه عن الأسباب اللي خلت الخطاب الديني إن صح التعبير خطاب فاشل أو خطاب باهت. نشوفوا التقرير ذي ثم نعود بإذن الله. طريق الدعوة إلى الله يواجه عدة عوائق تحول دون تبليغ هذه الرسالة، أهمها ضعف التكوين الشرعي، فلا يمكن للخطيب أن يبلغ فكرته دون أن يكون متمكناً من الجانب العلمي، كما أن عدم إلمام الخطيب بالواقع وقضاياه قد يشكل حاجزاً بينه وبين دعوته. الاهتمام بالفروع دون الأصول كنواقض الوضوء والمصافحة على حساب القيم الإنسانية وواقع الأمة. تكاسل الخطيب على تنمية المهارات الذاتية واعتماد أسلوب تقليدي دون تجديد أو ابتكار يجعل منه خطيباً مملاً وغير جذاب. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. الدكتور روشو، لو عدت اليك سيدي، هل تعتبر من اسباب الفشل هذا الخطاب الديني؟ بن ذفرين دائما نقول لانه نسبه فشل في هذا الخطاب الديني اكيد عنده نتائج، من ضمن هذه النتائج فما شكون يقول انه عزوف المسلمين على الدين بصفه عامه والبحث عن الحلول في تيارات اخرى او حتى في اديان اخرى او حتى في عصابات فكريه او دينيه اخرى. للأسف هذا هو الواقع. نعم. ونعاني منه، وإذا كان نقوله للأسف ونتحدث على الخطاب الديني رانا نتحدث على المعلم في التعليم الابتدائي. نعم. ونتحدث على أستاذ التربية الإسلامية وأستاذ التفكير الإسلامي. نعم. ونتحدث على الإمام الخطيب. جميل. ونتحدث على الشخص اللي يطلع لنا في التلفزة باش يحدثنا. نعم. إذا كان ما يكونش مقنع. نعم. النتيجة نرى خروج، وشنو معناها ناس تتبع في مذاهب اللي هي مخالفة تماما للإنسانية، مخالفة تماما. ما نعطيك لوبير. نعم. هذه عبادة الشياطين. نعم والعياذ بالله. نعم. نستغرب كيفاش سبحان الله في أمة ضاربة جذورها في التاريخ وكيفاش تسعى إلى خير الإنسانية وكيفاش تحب الحياة وكيفاش عندها النظرة التفاؤلية وتحب تبني مستقبلها، مع هذا تمشي إلى الانتحار وتمشي إلى الدم وتمشي إلى العنف. حقيقة فما شيء أسف واللي في جزء منه نتحمل نحن.
نتحمل نحن المسؤولية الكبرى. الكبرى. جميل، وما أبرئ نفسي. جميل. هو الواقع. هذا هو الواقع. لأن خطابنا ما نجموش نرتقي به. ما نجمناش نعرفوا كيفاش نحدث الناس بأشياء قريبة لهم. ما نجمناش نكونوا قريبين لهم. ربما فما أسباب أخرى قاعدة تمنع فينا. لأن بصدق ما عادش بين ظفرين رجل الدين هو وحده على الساحة، هو اللي يكون وهو اللي يعلم الناس. ولا تفهمها أنت تعلم ولدك بطريقة، إذا به يجيك جاي بطريقة أخرى. أنت تحب تعلم وليداتك اللي يقرأوا عندك شيئا ما، فتسمع أشياء أخرى. تعمل أنت قناة تلفزية تحب تقرب الناس لدينهم وتحببهم في ربي، فإذا بيك تسمع عكس ما تريد. هذا نعاني منه. ونقاسيه منه. وبالعكس أنا نقول لك اللي ينظر لتونس خاصة بعد الثورة كي تسيبت بالكدا بالكدا، حقيقة ولينا نسمع أشياء نقول عجبا هذه في بلادنا هكا ولات هكا. لكن للأسف نعيشها، وإحنا هذا يحملنا المسؤولية بزايد. ويلزمنا ندخل للواقع أكثر ما يمكن باش فماشي ما نرجع شوية أمل للناس ونبعثوا فيهم. معناتها أنت تحب تقول دكتور بقدر ما يكون الإمام فاشل، بقدر ما يكون الأستاذ في الثانوي فاشل، بقدر ما يكون الأستاذ في الجامعة ديما الفشل طبعا نسبية، هذا الكل باش ينتج إلى ضياع أبنائنا وذهاب أبنائنا إلى تيارات فكرية معناتها منحرفة، وإلا اتباع أديان أخرى كما ظاهرة التبشير والتنصير في تونس. وهو كذلك هذا نتحمل قسطا كبيرا منه. ورغم أن وقت اللي تحلل حتى باش ما نحبش أنا نثير هالبلبلة بين الأديان، ولكن هذه الحقيقة حتى احنا ما عندناش مشكلة طبعا ما حتى دين، ولكن كل دين يحاول أنه يحافظ على أبنائه، هذه حقيقة. وكل دولة تحافظ على أبنائها وتحمي أرضها وتحمي شعبها. أكيد. من ضمن احنا حتى في الدستور متاعنا أنه في الدستور متاعنا يقول أنه لابد من حماية الإسلام وحماية أبناء الإسلام من هذا. معناتها للأسف الشديد بقدر ما نكون احنا ضعاف، هذه نوجهها لأنفسنا الكل، بقدر ما يكون الخطاب متاعنا فاشل، بقدر ما نخسره في أولادنا ونخسره في للأسف الشديد يلزمنا في شعبنا. يلزمنا نحسن رواحنا، وخاصة الناس المسؤولين على الخطاب الديني. يلزمنا نطور رواحنا، يلزمنا نتقدمه. تو هذا باش نجبدوه بإذن الله، باش نتحطوا فيه مباشرة، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام نخرج فاصل ثم نعود بإذن الله. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الشيخ سيف، لو أعود إليك، غياب الخطاب الديني المعتدل، غياب الخطاب الديني الجذاب اللي يعيش مشاكل الناس، كي غيب هذا الخطاب أكيد كما قال الدكتور روشو من قبل يمكن أبنائنا يمشيوا إلى دين آخر، يبحث على تيارات فكرية أخرى، ولكن كذلك ينجموا يمشيوا إلى الإرهاب. ممكن الفكر المتجمد، الفكر البائس، الفكر المتخلف، الفكر التكفيري يمكن يبرز في خلال غياب الفكر المعتدل والفكر الجذاب والفكر اللي يعيش مشاكل المجتمع. وهذه حقيقة احنا لاحظناها بعد الثورة في العالم كامل، عندما يضطهد الخطاب الديني المعتدل أو عندما يفشل أو عندما يسجن هذا الخطاب يبرز بطريقة أوتوماتيكية خطاب الديني المتطرف. الله يبارك فيك أخوي سفيان، خليني كان تسمح طبعا تسمح لي المجال باش نتحدث على كلمة تعاودت زيادة برشا مرات. هي الأئمة الخطباء اللي تحكي على عذاب القبر، والأئمة الخطباء اللي تحكي على الآخرة. أنا بالنسبة لي أنا المشكل مش في موضوع عذاب القبر في حد ذاته، لأنه عذاب القبر هو من الدين. جميل. ولأنه الحديث عن الآخرة من الدين. لكن علش ما نحثوش على نعيم القبر؟ علش على عذاب القبر؟ هوجي أنا عمري ما سمعت خطيب يحكي على نعيم القبر. موجود. هذا المسألة تختلف من إمام كما قال الدكتور، من إمام إلى إمام. لكن كيف يطرح الموضوع؟ لأنه من وسائل إصلاح الواقع. إحنا اليوم نحكيه على الفساد الفساد الفساد. جميل. الناس المفسدين في الأرض لا عاد يخوفهم لا دولة ولا تخوفهم لا سلطة ولا تخوفهم لا بوليس ولا يخلفهم لا سجن ولا غيره. لما لا لا ينتهج الإمام الخطيب مسلك آخر ويستغل الظرف هذا ويبين أنه الحديث عن الآخرة من سيدي لا عذاب ولا نعيم، من القبر
إلى الجنة. أي جميل. من القبر إلى النار. الرحلة إلى الدار الآخرة. بالضبط. نعم. ليش ما يستغلش الجانب هذا اللي هو من الدين ونحن نتشرفه، لأنه نعم. نحن كأنه مشكلة، كأنه عيب باش تتحدث عن الآخرة أو تتحدث عن القبر، هذا من ديننا. نعم. وهذا غيب، وهذه أول صفة من صفات المؤمن، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، شكونهم الذين يؤمنون بالغيب. نحيوش خشومنا من خشوماتنا من وجوهنا زاد. قال نعم. شنو قال؟ باش ما نخوفوش الناس، بالعكس نتحدثوا، لأنه لما لا؟ أنت لما تطلع على السنة، لما تطلع على الآيات اللي تتحدث عن الآخرة، كلها ترجع بالنظر أو كلها تصب في إصلاح الواقع. سبعة يظلهم الله تعالى يوم لا ظل. نعم. يحكي على يوم القيامة ولا؟ أنا معك شيخ سيف في أي موضوع يطرح أنا معك، لكن يتربط بالواقع. وما يقعش زاد حكيتنا كمل ونحكي على عذاب القبر، عذاب القبر، عذاب القبر، نخليه ونخرج من واقعنا ونهزوا عباد يعيشوا في عالم آخر. عذاب القبر أو نعيم القبر، نحن توا حبينا نشدوا العصا من الوسط. جميل. لا نحكيه على عذاب القبر فهمتني ولا، ونقول له السلام عليكم. نعم. ولا أنت نغيبها المسألة نهائيا، كأنه كما ناس ينكروا فيها اليوم وينكروا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الآخرة، وينكروا في أحداث اللي باش تصير يوم القيامة وغيره. لا، نحن نشدوا العصا من الوسط، نقولوا يا ناس خافوا ربي، صلحوا وقعكم، يا ناس اجتهدوا في الحياة الدنيا. جميل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت الساعة هاو يتحدث عن الساعة. نعم. وبيد أحدكم فسيلة فليغرس، هاو يتحدث عن الواقع. طبعا. فكان النبي هذا الذي نريد. هذا هو. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الواقع لإصلاح الحياة الدنيا. نعم. وذيش نحبه نحن من خلال الخطب التي تتحدث عن الآخرة أو التي تتحدث عن الغيبيات الموجودة هذه، لأنه المجتمع اليوم التونسي أو غيره المسلم ما عادش يخوفوا حد شيء. نعم. فلما لا أنه نستعملوا هذا السبيل لإصلاح الواقع. ما فماش مشكل كي يبدأ مربوط بالواقع تصليح الواقع معك. بالضبط. لو نرجع الآن إلى غياب الخطاب المعتدل، يجي نتيجة مباشرة ظهور فكر متخلف وفكر رديء. أنا سيدي سفيان الغالي حبيب. ما فهمتش أنا، كأنه ولينا مخيرين. نعم. ما بين خطابين اثنين لا ثالث لهم. نعم. إما خطاب مايع ركيك. نعم. يهز يقول لك جاني النوم. نعم. المساجات تشوف انت على الفيسبوك الناس تحكي. طبعا. الإمام الخطيب اليوم أصبح محل تهكم وتندر. نعم. إلى احيانا واحد باش يقدم روحه كامام يبدا حاشم للي ما يعرفش. سامحني، احنا بتونس نقولوا جابها الروح، جابها الروح، فما بعض لأما يستاهلوا يا شيخ، مع احترامنا للمؤسسه الدينيه. خليني ربي يبارك فيه. خلينا نكمل. نعم. فكرتي، هل اصبحنا مخيرين ما بين اما خطاب فاشل ركيك. نعم. بارد مايع، والا خطاب تكفيري. نعم. ما فهمتش انا علاش يا هذا يا هذا يعني. نعم. اما يكون خطاب تكفيري او. نعم. اما يكون خطاب في الرجل ينكت فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ينكت ويضحك في الناس. لا. بالعكس. هذه في محاضرة أو في درس فيها ساعة ونص. تأخذ من ساعة من الوقت حبت. أما فوق المنبر ما فيش كلام. فما درس، فما موعظة، فما فنرجع لسؤالك. نعم. أنه غياب الخطاب المعتدل أو الخطاب السليم، نحب كلمة معتدل كأنه واحد يبرأ في ذمته. نعم. ولا خلنا نحيوا هالكلمة ذي اللي ما هيش متاعنا. نعم. الخطاب السليم. نعم. الخطاب المحمدي. مش أجمل. نعم. خطاب محمد. كل واحد يدعي يقول حتى أنا خطابي محمدي. خطاب لا خطاب. حتى هالدواعش هذوم اللي يقتلوا في الناس يقتلوا فيهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سيدي، لا يمثل الإسلام إلا رسول الله. ومن أراد أن يطلع على حقيقة الإسلام الحق. نعم. الحق، فليطلع على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمثل الإسلام لا شيخ. نعم. ولا داعية ولا حزب ولا تيار ولا فكر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالإسلام براء من كل هذه الأعمال. طبعا. والإسلام براء من كل هذه الخطابات التي تدعو للقتل وتدعو للعنف وتدعو تدعو تدعو. أنت سيدي سفيان قلت أنه كي غيب الخطاب هذا. صحيح. نعم. أنا نعطيك مثال صغير. يوم 18 مارس اللي هي ذكرى متاع ضربة باردو المعروف. نعم. مشؤومة. شنو رايك انت سيدي فما ايما خطباء في باردو غير باردو ونتبعوا عن اصحابنا وكذا طبعا. في الايام ونشوفوا الخطب والعناوين وكذا. جات بالاربعاء ولا ما جاتش بالاربعاء؟ جات بالاربعاء. يوم الجمعه شي جي 20 مارس. صح ولا؟ نعم. اللي هو ذكرى الاستقلال. الاستقلال يوم 20 مارس يتحدث على رجب، شهر رجب. مش هنا جمله. اي تعرف علاش انا نلتمس له عذر؟ وان كان انا خطبتها يوم 20 مارس. نعم. وتحدثنا على
الظاهرة هذه وتحدثنا على الحادثة هذه المشؤومة التي لا تمثل الإسلام في شيء، ولكن أنه جي تحكي معه تقول له سيدي شبيك تحدثت حتى إشارة، يقول لك يا أخوي وكيجيوني جماعة أخوي فهمتني ولا للدار ويترصدوا لي، وهذا صار صار أكثر من الإمام، ما نحبش نقول حتى أنا داخل في الحكاية حتى نظهر بثوب البطل، وهذا صار والأمن يعرف الشيء هذا، والأمن حذر بعض بعض الأئمة مهدين من طرف بعض العصابات، بعض الأئمة مهدين من طرف بعض العصابات هذه، نقول عصابات وليست جماعات طبعًا. من بعض العصابات هذه ومش باش نقول أنا معاه، والأمن يعرف الشيء هذا، والأمن حذر بعض الأئمة، وصل الأمر أنه حذر بعض، رد بالك ما تحكيش ياسر على أجماع هذوما راهو توي كذا، وخاصة في المناطق الشعبية. بالتالي الإمام مسكين تو انا شيخ سيف، شيخ سيف باذن الله سنعود الى هذا باذن الله هذا الكلام، ولكن خليني نمشي للدكتور دكتور احمد جاب الله. هل تعتبر غياب الخطاب الديني المعتدل على الاقل سواء كان في خاصه نحب نتحدث معك على اوروبا، هل تعتبر الغياب هذايا ادى الى خساره كبيره في العالم الاوروبي؟ انا لا اتحدث عن المسلمين، اتحدث عن الاوروبيين. ماذا خسر العالم الأوروبي من انحطاط الخطاب الديني السليم كما عبر عليه الشيخ سيف من قبل؟ هو بدون شك يعني هذا الخطاب الذي يعني يصدره أو ينتجه بعض الأشخاص، وهو خطاب مع الأسف متطرف وبعيد كل البعد عن حقيقة الإسلام وروح الإسلام. نعم. مع هؤلاء ينبغي القول بأنهم قلة قليلة، يعني في الحقيقة احنا هؤلاء لا يمثلون، لكن استطاعوا يعني، وهنا يجب أن نقول شيء، لأنه منذ بداية الحصة الحقيقة احنا لم نتعرض إلى أدوات تصريف هذا الخطاب. اليوم التحدي الكبير عندما نتكلم عن الإمام ونريد أن نحمله مسؤوليات كبيرة، كثير من هؤلاء الأئمة من يتابع خطابه أو خطبه أو ما يلقيه هو عدد قليل ممن يحضرون مسجده، فإذا لم يكن هذا الإمام على تواصل بخلال الأدوات الحديثة وسائل الاتصال الاجتماعي وغيرها، فخطابه سيبقى في دائرة محدودة جدا. اليوم يا سيدي تجد بعض الناس، وأنا هنا أتكلم في أوروبا عن أشخاص مغمورين لا أحد يعرفهم، ليس لهم حتى مساجد أحيانا، يعني خلال يعني برامج عنده وبعض اللقاءات التي يقوم بها من خلال الإنترنت يتابعه آلاف وعشرات الآلاف من الأشخاص. فهؤلاء مع الأسف الذين هم يصدرون هذا الخطاب وليس لهم منهج معتدل ومنهج وسطي، بدون شك يعني لهم تأثير سلبي جدا على صورة الإسلام التي أصلا تعاني من مشكلات كثيرة. ولكن هل تعتقد دكتور أحمد أنه فعلا العالم الأوروبي غير المسلمين خسروا خسارة كبيرة لأنهم فقدوا الخطاب الديني اللي ممكن يقنع العقول ويلامس القلوب، لذلك يبقى المجتمعات الأوروبية بين ذفرين حسب رؤيتنا احنا كمسلمين يعيشون بعض الفراغ الروحي اللي يؤدي لكثير منهم؟ احنا شفنا كثير من الأوروبيين سواء مغنين أو مشاهير لاعبي كرة قدم وصلوا إلى الانتحار نتيجة إلى الفراغ الروحي. ألا تعتبر أنه فقدان الخطاب الديني الصحيح هو أدى إلى هذه الكارثة وإلى الخسران الكبير لدى المجتمع الأوروبي؟ طبعا بدون شك، يعني لأن الفراغ الروحي موجود وهي ظاهرة موجودة واضحة في أوروبا. نعم. وكان الإسلام في الحقيقة يمثل يعني مخرج لكثير من هؤلاء الذين يبحثون عن الاستقرار الروحي وعن دين يعني يمكن يستجيب لنداء فطرتهم، ولكن وجود يعني هذه التيارات المنحرفة وهذا الفكر المنغلق، بل الفكر الذي يعني يريد أن يبرر العنف والإرهاب، بدون شك سيصرف البعض. لكن أنا أقول لك أن رغم وجود هذا الفكر فإن الغربيين عموما، وربما هذه صفة إيجابية تصفون بها، يعني الذي يبحث عن الدين وعن الإيمان لا يقنع بأول ما يسمعه من خطيب متشنج أو كلام، وإنما يريد أن يذهب ويبحث حتى فعلا يصل بنفسه إلى الخطاب الديني الحقيقي. ولذلك رغم كل هذه التيارات التي تمثل طرح إسلامي بعيد كل البعد عن حقيقة الإسلام وسماحة الإسلام، ومع ذلك هناك من يصل الحمد لله ويكتشف الإسلام على حقيقته، ولا يزال هناك من يعتنق الإسلام ويقبل عليه رغم كل هذا التشويش الذي نراه في الصورة فعلا.
من خلال هذا الخطاب المتشنج. الحمد لله. يعني أنت تحب تقول دكتور أحمد هذه حيوية الإسلام، حتى ولو كانوا المحامين اللي يدافعوا عن الإسلام سمحني في الكلمة فاشلين، إلا أن حيوية الإسلام يخلي الناس تحب الإسلام هذية وتعشق الإسلام هذية وتنتمي له، خاصة من غير المسلمين. نحب السؤال هذية بالضبط نتوجه به للدكتور روشو. دكتور روشو، نحب الآن نحكيه عن الحلول. إحنا الحمد لله معناتها الظاهرة هذية تحدثنا عليها، تحدثنا عن أسبابها، تحدثنا عن النتائج، ولكن إحنا تعمدنا نخليه الوقت الأكثر للحلول، لأن متأكد أن الدكتور روشو كمدير معهد الشريعة اللي تابع لوزارة الشؤون الدينية، واللي أنت يعني بفضل الله عز وجل ربي حطك في ثغرة في تكوين الأئمة والدعاة. أحكي لي شنو الحلول اللي ممكن نقدموها من أجل إنقاذ الخطاب الديني من جديد. احنا ممكن لو نقسموا دكتور روش الموضوع إلى نقطتين، نتحثوا على الحلول للخطيب، ثم من بعد نتحثوا للخطاب. لأن لو أردنا أن نتحدث للخطيب، ماذا تريد أن نقول؟ كيف يمكننا أن نصلح من الخطيب قبل أن نتحدث عن الخطاب؟ بالنسبة للخطيب فما ثلاثة حاجات لا بد أن يكونوا فيه. الحاجة الأولانية لا بد من التكوين، لا بد من الرسكلة، لا بد من تجديد المعلومة، لا بد من إضافة ما هو ناقص، لابد من إكمال ما هو ناقص. جميل. مهما كان، حتى ولو يكون شيء يقول أنا عندي 30 سنة قاعد نخطب. بالعكس، اللي عنده 30 سنة قاعد يخطب هو اللي قبل غيره مطالب باش يجي يتكون، سواء التكوين اللي يصير على مستوى المعتمدية أو على مستوى الولاية. أو اللي يصير على مستوى وطني، لأن التكوين أنواع وإشكال. نحب الآن لو تفضلت، سمحني كم قاطعك دكتور، نحب نحكي في نقطة على الخطيب، سواء اللي يخرج في التلفزة ولا اللي يخرج في المسجد ولا اللي عم في المحاضرات. شكله، نحب نتحدث عن الشكل. أنا نرى بعض الخطباء مثلا أو بعض المتحدثين باسم الدين يبدأ لابس عرقية ما عندهاش حتى علاقة بالشاشية التونسية متاعنا، يبدأ لابس قميص متاع الإمارات ولا متاع السعودية ولا متاع أي بلاد أخرى، يبدأ لابس تحته ماريو الكل مونتون، يبدأ لابس معاه سبيدري أديداس، ما فهمتش التناقض الحضاري في لبسته في مخه، ما فهمتش. بعد يجي يتحدث باسم الدين، وبعدين نقولوا علاش الشباب هارب من مثل هؤلاء المشايخ أو هؤلاء الدعاة؟ هل عندكم انتم الآن في تكوين الأئمة التركيز على المظهر متاع الإمام؟ أكيد جدا. جميل. والتجربة اللي خذناها في معهد الشريعة حلوة برشا. كيفاش؟ أن من في التكوين لابد وقت اللي يخرج شخص على أساس أنه يقولوا أي أنت راهو مش تحسب روحك إمام خطيب وقدامك المصلي. جميل. كل الحاضرين يبدأوا يقيموا فيه ابتداء من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. جميل. ويبدأوا يسجلوا بالطرف 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 بالطرف، ومن بعد يخرجوا بالنتائج معينة. نعم. الشكل هو قبل كل شيء. نعم. قد تقول لي الفايدة هي في المظهر والفايدة في الشكل، لكن نقول راهو الشكل عنوان. طبعا. العنوان شيء داخلي في فن الاتصال والتواصل. أهم أكيد. نقطة هي الشكل متاع هو رحم الله أحد مشايخنا. نعم. سألوه قالوا له ماذا كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كان يلبس لباس قومه. نعم. اليوم احنا وقت نقول هذا إمام، مجرد ما تراه يلزمك بالحق تقول هذا إمام ولا مش إمام. نعم. إذا ما اشتراه فسيف فساء وطريف منه وطريف منه وطريف منه، خذيت أنت فكرة معينة. هذا شطب عليه، هذا إمام، هذا يصلح لهنا. نعم. هذا فكان لابد إذن من نظرة أولى وقت اللي نتحدثوا على التكوين، نتحدثوا على الرسكلة، أول ما نبدأ بك المظهر. نعم. ومن بعد نجيو لكيفية النطق. نعم. وللكلام وللغة اللي مش يستعملها، ثم بعدها نوصلوا إلى المعلومة وشنية الرسالة اللي حب يبلغها. نعم. دونك الحاجة الأولانية اللونانية مهمة جدا جدا هي لا بد من هذا التكوين. نلقاو بعض الصعوبات. الوزارة، وزارة الشؤون الدينية، فرض لباس معين على الخطيب، خطيب الجمعة نقصد. الوزارة في وقت من الأوقات بعثت رسالة إلى كل السادة الوعاظ في كل الجمهورية. نعم. فما لباس تونسي يزمو يحترم. جميل. وإذا نقولوا اللباس التونسي معناها راهو هك المعروف، اللباس الكامل بما فيه من الشاشية والكشطة والجبة وفوقها البرنوس وهك الكلاسة البيض، معناها هك اللبسة التونسية الأصيلة. معناتها كي تراه قلبك ينشرح. كي تشوفها حتى أنت تكون في الخارج مثلا وتنظر له بالضبط، إيه تقول محلاها لبسة بلد، تشم ريحة البلاد من خلال الصورة اللي تشوفها. وكذلك الحاضرين،
قد ما تقولوا فعلا لقينا برشا انتقادات. نعم. اش به الوزاره لاهيه ممكن بالشكليات هذه والمهم هاو نجموا سيدي بكرافات وبكسوه. نعم. ونجموا نعملوا خطبه. نعم. لكن ما هيش مقبولة. نعم. احنا نعرفوا عنا حتى رب سبحانه وتعالى يقولنا وأمر بالعرف. جميل. عنا عرف معين معروف كي تقول شيخ راهي فما لبسة معينة زمها تكون. انا دكتور روش عمري ما ريت خطيب سعودي لبس جبة تونسية. علاش الخطيب التونسي يلبس جبة سعودية؟ به انا سؤال هذا نحب نتوجه به للشيخ سيف. شيخ سيف الجميل انا نتابع فيك في البرامج التلفزية متاعك، في بعض الأحيان تخرج بالجبة وفي بعض الأحيان تخرج بسم الله ما شاء الله بلباس القوم كما قال الدكتور روشو، هل يلزم دائما الخطيب حتى في خارج خطبة الجمعة وكي خطبة الجمعة عندنا قرار من وزارة الشؤون الدينية المحترم وتحفون ياسر وإحنا فرحانين به ياسر اللباس التونسي التقليدي متاعنا، لكن خارج الخطب في المحاضرات في الندوات في التلفزة يلزم الشيخ يلبس؟ وأنت حتى اليوم ما جبتناش بجبة، جبنا بكسوة بسم الله ما شاء الله أناقة و... ربي يبارك فيك خويا سفيان. بنحب نعلق على موضوع الجبة. نعم. والجامع. أوكي. ومن بعد نجيو الخارج الخطاب الديني خارج المساجد. جميل. بالنسبة لموضوع الجبة. نعم. أنا اليوم ما حسيت روحي كأني لسان دفاع عن الأئمة الخطباء. نعم. وهذا يشرفني. الحمد لله. علاش؟ لأنه أنت إمام خطيب سيدي سفيان. عندك فكرة أكيدة. نعم. على اللبسة التونسية. الجبة كما قال الدكتور من شاشيتها حتى للكرسيتها متاعها مليون ما فيش كلام. اللبسة الصحيحة. المزيانة. نعم. اللي مخدومة باليد اللي باش تعجب. نعم. اللي تملى العين. يعني توا بالله الراجل مسكين موظف دولة. وعنده صغيرات. نعم. ومسكين يعلم بها ربي وياخذ في منحه مش باش نقول من شبه منحه. منين باش يشريها الجبه؟ انا مش باش نرد الصوره قاتمه لا. علاش مثلا مثلا على سبيل المثال احسبني حتى نهز وننفض مثال حشيك. علاش مثلا ما تصيرش اتفاقيه ما بين وزارة الشؤون الدينية اللي هي المسؤولة على الأئمة الخطباء. نعم. وما بين الناس اللي تبيع جبب للأئمة الخطباء. جميل. راو الناس هذوما راو مليون راو مش شوية مليون في الظروف نتاع البلاد تو يزيد فيه الإمام الخطيب ما خير يشري لبسة لولاده في العيد مثال يعني ولا يشري ما نحكيوش على الناس اللي عندهم إمكانيات ومن عنده الفرصة أما أغلب الأئمة الخطباء هم موظفين دولة موظف دولة يعني يعلم به ربي يكمل في شهره بالسيف. نعم. فلما تجي انت تقول له جبه يلزم جبه مثلا وانا مع الجبه وما نلبس كان الجبه. نعم. وبالعكس نتفنن في جبتي الحمد لله نحاول نتفنن قدر المستطاع. نعم. لاني نمن انه الصوره هي اول الخطاب الديني هي صوره جميل. تحب ولا تكره. نعم. فما فيها باس. نعم. لو كان نشوفوا مثلا ناس مختصين في الجبب هذوما حتى وزاره الصناعه التقليديه مثلا. نعم. وتصير معناتها مع وزارة الشؤون الدينية راهو الإمام الخطيب فلاني مثلا حتى سيدي بالتقسيط. نعم. سيدي ما فيها باس الإمام الخطيب الفلاني يمشي يخلص الجبة على ذي على أربع مرات وياخذ ورقة يمشي أي سيدي أنا إمام خطيب. نعم. فيهاش مشكلة هذا وإلا تتنحى له 50 دينار مثلا من الراتب نتاعو وتتشري له جبة ولا اثنين في العام تتهدي له واحد قلت لك بالتقسيط باللي يحسهاش بالاتفاقية يعمل ثلاثة جبب في الـ في الـ في, الـ في حتى جبتين في العام ما يسالش سيدي. نعم. يدورهم هذوكم وإن كان يطيبوا جبتين في العام سيدي سفيان أما ثلاثة جبب. نعم. أربع جبب المهم هذه. نعم. النقطة الأولى. نعم. بالنسبة لللباس خارج خارج المسجد. نعم. أنا نخير بالتجربة. نعم. لبسيتها متاعي كي قدمت برامج دينية في القناة اللي أنا نتعامل معاها. نعم. بالجبة. نعم. وقدمت برامج دينية بلباس رياضي. نعم. أو لباس كما خويا سفيان منور بوجودك الكوستيوم العزيز الغالي هذه تحسها تنجح أكثر. نعم. أنا عندي شكون في العائلة أقرب الناس لي. نعم. يقول لي كي نرقى جبة ندور صحيح زابي مباشرة. نعم. لأنه أصبحت عنده خلفية أنه الخطاب الديني يمثل حزب الفلان. نعم. اللباس التونسي يمثل الحزب الفلان. نعم. تحب ولا تكر هذا موجود ولا مش موجود صحيح موجود. نعم. كي أنا فهمتني ولا نخرج له بلباس رياض. نعم. ولا نخرج له بكوستيوم ولا نخرج خاصة شيخ سيف احنا الفئة المستهدفة الأساسية اللي زمان الشباب. الشباب يعني شاب يقبلكش لابس كسوة ولابس سوري لابس جبة حتى الكسوة معاش يقبلها برشا راه. نعم نعم ايه ما فيها باس لو كان يلبس رياضي شاب ويخاطبهم بلهجتهم ويعني من الأول كي تحط ميوت كي تحط تنحي الصوت
يلزم ما يفكرش في حتى ديكور. لازم ديكور شمعة وكتاب محمل وعلاش؟ نعم. علاش محمل وكتاب وشمع وقواس دار شعبان علاش؟ نعم. علاش مش كي تحط ميوت يلزم آخر همه أنه يكون هذا برنامج ديني. نعم احنا شوف شيخ سيف نحب نأكد على كلامك، البرامج الاجتماعية تصرف لها أموال وتحط فيها أموال كبيرة ياسر. أيوه. من ناحية الديكور، من ناحية الضوء، من ناحية الجمهور، من كل النواحي. البرامج الدينية هي البرامج، سمحني في الكلمة، المكبوب سعدها. ما هو أجرك على الله. ما انا نحب نتسائل، نحب نتسائل وينهم رؤوس الاموال، وينهم الاغنياء، وينهم الافرياء اللي عندهم غيره على دينهم، على الاقل ينفقوا شويه في المسائل هذه، في المسائل كل ما يتعلق. انا كي نمشي نحضر مثلا بعض المؤتمرات ولا الندوات نحشم نقول علاش كي نمشي انا للدوره نتاع تنميه بشريه مثلا نلقى اوتيل 5 اطوال وقاعه تعشق وميكروات والدنيا، بعد نمشي للمؤتمر الإسلامي نلقاه في قاعة حتى حاطين ملحفة باش يعديو فيها البروجيكتور نتاع سيدي سفيان. علاش المآسي هذه؟ علاش دائما البرامج الدينية؟ إعلامي. نعم. وكبير وربي يبارك لك وإن شاء الله ولد الإعلام. يعني تعرف اللي الإعلام اليوم مازال ما يجيبش سبونسورينج، ما يجيبش إشهار، تحب ولا تكره. نعم. فبالتالي انا كصاحب مؤسسه تلفزيون، انا خويا عندي برنامج رياضي فهمت الناس كل هكا عيناها، انا هذا اللي نصرف عليه ونون عليه، والبرنامج الديني الا المتدين ربي ما واجره على الله. نعم. فالاجر ديما على الله بخص البرنامج. لكن الحمد لله في الزيتونه ديكوراسيون حلو، اضاءه جميله، الحمد لله رب العالمين. حنا في حنا بعد يعني تجاوزنا الخطوه دي. نمشي معك الدكتور احمد، بالنسبة للإمام للخطيب للمحاضر في أوروبا، هل تجاوز الخطاب الديني أو الخطيب الديني مسألة اللباس التقليدي وأصبح يخطب بلباس القوم ابتداء من المسجد؟ هل الخطيب في أوروبا يطلع يخطب بكسوة ولا مازال التونسي بالجبة متاعه والمغربي بالجبة متاعه والسعودي بالجبة متاعه إلى هذا؟ هل العقدة ذي تجاوزناها ولا مازال نعيشها في أوروبا كذلك؟ يعني لا، الخطباء عموما يعني يلبسون اللباس الإسلامي هذا التقليدي، طبعا كلهم بحسب الخلفية يعني التي جاء منها والبلد الذي ينتمي إليه في الأصل. يعني مازال ما عندناش لباس يعني تستطيع أن تقول هو لباس الأئمة لكل فرنسا أو في البلد الواحد الأوروبي. هل تطرح هذا الحديث دكتور أحمد بين الأئمة؟ نعم. وبين المجالس الإسلامية مسألة لباس الخطيب، ولكن شوف السمت العام عند المسلمين يفضلون، يعني كما تفضل الدكتور روشو يعني عندما قال أن الإمام أيضا يعني مقامه يعني للإمامة يجب أن يعتني بهذا المظهر، فلا يمكن يعني أن يصعد إلى المنبر وهو يعني باللباس المعتاد، وإنما الناس نفسهم يطلبون ذلك. حتى أخي البيئة الثقافية عندنا هنا كما تعلمون أن رجال الدين حتى في الأديان الأخرى لهم لباسهم المخصوص. نعم. فبالتالي أن يكون للإمام لباس يعبر عن صفته كإمام هذا أمر يعني محبذ. طيب دكتور أحمد، لو كان عندنا لباس موحد في أوروبا للخطباء والأئمة معك، أما عندما يكون كل واحد كل خطيب يجيب لباس عنده علاقة بالخلفية الثقافية أو الخلفية الوطنية متاعه، تولي ما عادش عندنا لباس موحد مثل إخواننا المسيحيين ولا إخواننا اليهود مثلا. يعني أعتقد أنه الأمر طبعا مثل ما ذكرت لك هو سيكون فيه تدرج نحو إيجاد نوع من الانسجام مستقبلا عندما تصبح هذه الأجيال القادمة إن شاء الله يعني فعلا مرتبطة بالسمت الثقافي العام والأعراف الثقافية في البلد. نعم. لكن إلى الآن المسلمون في أوروبا تعرف يعني جايين من أقطار مختلفة ومرجعيات مختلفة، وبالتالي هذا التنوع تجده أيضا مما تجده عند الأئمة في لباسهم. هل الإمام والخطيب في أوروبا يعتني بمظهره يعني ولا مثله مثل إخوانه في الوطن العربي؟ هل هناك ميزة بحكم أنه لعل في أوروبا والضغط متاع المصلين والضغط الشباب والجيل الثاني؟ لا، مع الأسف ليس كل الأئمة يعتنون بهذا، يعني ما كان الإخوة يذكرونه من بعض الأئمة الذين يظهرون بمظهر يعني ثقافي فيه تنافر بأشكال مختلفة، هذا موجود عندنا مع الأسف.
ويعني ولكن هناك آخرون لا يعتنون بالمظهر ويهتمون به، وإن كان أنا أعتقد يعني المظهر مهم جدا، نعم، لكن ينبغي أن لا يعني نقف عنده. طبعا نحن كنا متفقون على أن أيضا المضمون وما يقدمه الإمام يعني هو أيضا له أثر كبير على الناس، نعم، ولكن هذا دكتور أحمد يعني اقتداء بحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان أنيقا لمعروف على الرسول عليه الصلاة والسلام، سوى في لباسه، سوى في لحيته، سوى في شعره، سوى في عطره، حتى إذا مر النبي عليه الصلاة والسلام من مكان تبقى رائحة عطر النبي عليه الصلاة والسلام. أنا نحب نركز لهنا على المظهر لأن سنأتي إلى المضمون بإذن الله. لماذا خاصة في أوروبا؟ وأنت تعرف دكتور أن الأوروبيين يعطيوا قيمة كبيرة ياسر للمظهر، يعني أنا ما نجمش تخيل أوروبي اللي يركز ويعتبر اللبسة مثلا مهمة كبيرة في حياته مش يقبل الدعوة من شخص يعني سمحني مبتذل ورث في لباسه وفي هيئته. يعني أنت الآن باش تعطي شوك للأوروبي للدعوة، باش يرفض الدعوة عندما يراك يقول أنا باش نترك اللبسة متاعي وضخامتي وأناقتي والبرفانات نعم فيه باش نتبع دين متاع واحد ملقاش الخير حتى في نفسه، شعره هايج ولحيته هايجة ولبسته ما عنده حتى علاقة لا بالأناقة ولا بالذوق العام، ألوان ملكزة، حتى الحجاب المسلمة تلقاها لابسة ألوان يعني ما فما حاجة اسمها ذوق، فما ألوان تتناسق مع بعضها تتناسق، ولكن بدون تعميم يا شيخ. طبعا سيدي طبعا طبعا نحن يعني ننتقد هذه القلة التي تشين إلى الإسلام أكثر من تدعو إلى الإسلام. تفضل. صحيح. نعم يعني فطبعا هناك من الأئمة كما ذكرت من يعتني بالمظهر، والمرأة المسلمة التي تلبس حجابا وهو تماما يعني في انسجام كبير مع ما هو مستعمل في اللباس لغيره. لكن أنا أقول بالمقابل هناك من يعتني كثيرا بالمظهر والأناقة وكذا، ولكنه إذا تحدث يعني حديثه لا يرقى إلى حسن مظهره. نعم. فلذلك يعني لابد من التوازن، هذا الذي أردت أن أقول. جميل. العناية بالمظهر مطلوب. نعم. ولكن ينبغي أن يكون هناك عناية كبيرة أيضا بالمضمون الذي يعني يصدر عن الإمام. دكتور أحمد أنا حضرت لك عدة ندوات في أوروبا سواء في ألمانيا ولا في فرنسا، كنت بسم الله ما شاء الله دائما أنيقا، يعني لماذا لا تريد أن تؤكد على هذا المعنى عند بقية الآخرين؟ نحن لا نقلل من مسألة المضمون لأننا ما زلنا لم نتحدث عن المضمون، احنا الآن نتحدث عن الشكل متاع الإمام. وأنت كنت رئيس للكلية الأوروبية للعلوم الإنسانية بباريس، وأنا نفتخر لأن تخرجت من تلك الكلية عندما كنت أنت مديرا هناك. هل في المقرر الكلية الأوروبية للعلوم الإنسانية مسألة الاعتناء بمظهر الإمام ومظهر الخطيب ومظهر الداعية؟ دون شك يا أخي، هذا لأن الأمر كما كنت توضح حصلا هذا يعني له أصوله، يعني عندما نعود إلى السنة كما ذكرت نجد عناية النبي صلى الله عليه وسلم بمظهره ولباسه ورائحته وطيبه، نعم، كل هذه الأشياء ثابتة، نعم، وأنا يعني لم أعارض هذا الشيء، يعني فقط أنا قلت يعني يجب أن نوازن بين الجانبين. نعم نعم، خلينا سأعود إليك، نريد أن نتحدث عن الخطاب الديني بعدما تحدثنا عن الشكل الخطيب أو شكل الداعية الإسلامي. نعود لك دكتور روشو، ماذا يمكن أن نقدم، كيف هي الحل حتى يكون الخطاب فعلا يواكب الواقع ويجذب المجتمع خاصة فئة الشباب؟ الحلول والله بالنسبة لي شنشوف فما خمسة حويجات جميل يلزمها تتوفر في الشخص وقت اللي يتكلم على الأمور الدينية. ممتاز. أولا لابد أن يكون خطابه وسطيا متوازنا بين ثلاث أشياء. أولا لابد أن لما يتكلم يكون مراعيا للواقع، ثانيا أن يعتبر أن الوحي هو المصدر الأساسي الذي يخاطب عقله، نعم، من أجل تغيير واقعه. الثلاثي هذايا لابد أن يكون واضحا باش وقت اللي يسمع الناس يقولوا ما حلاها كلامه، ما يعرفوش، نعم، هو شبيه ما حلاها كلامه، لكن يقول لك ما حلاها كلامه وكهو. جميل. بينما هو ماذا يفعل؟ عنده نص موجه لكن هو يفهمه بطريقة تنسجم مع الواقع الذي يعيش فيه. نعم. هذه النقطة الأولى. نعم. النقطة الثانية اللي لابد أن تتوفر وهو
أن يبعث الأمل، أن يكون إيجابيا، أن نعم. يكون إيجابيا باش وقت اللي يقول محلاه كلامه بالحق محلاه كلامه يسعى إلى زيادة هذا النماء الموجود في الإنسان. وقت اللي يدخل الجامعة ومثال شيء يقولها حتى في الجامع، يقول لهم تو أنتم دخلتوا وحضرتوا اليوم ونابع عليكم ربي وجيت وصليتوا، نعم. شنية الحاجة اللي مش تخرجوا بها؟ جميل. لابد مش تخرجوا بحاجة معينة. جميل. كي دغدغهم بهالشكل هذايا، نعم. هم مش يشعروا بنوع من الارتياح، نعم. فكان لابد أن يكون هذا الخطاب إيجابيا بناء كالصورة القاتمة متاع انظر هكا شوف هكا شوف أيهم بعد، نعم. احنا حتى في كلامنا، نعم. في حصتنا هذه لو ننقدوا رواحنا، نعم. ما ضروري باش ننقدوا رواحنا طبعا. هاو بدينا نحكيوا على المشاكل، هاو واش فما واش هاي اخيرا الحمد لله، نعم. هنا نتحدث على الحلول، نعم. وكيف ينبغي ان تكون هذه الحلول. جميل. ثم حاجه اخرى، نعم. حتى لا يكون روتينيا، نعم. صحيح فما اشياء قاعده تصير هي بيدها، كل مره يجينا رمضان، كل مره يجينا عيد كبير، يجينا عيد صغير، يجينا حج، نعم. لكن علاش نفس الخطبه يا رسول الله نقعد 30 سنه انا نعاود في نفس الخطبه يا بيدها، حتى الورقه اللي يقرا فيها تبدا مهريا، ماهوش معقول، ماهوش معقول ابدا. صحيح ربما هكا يكون عندك سند تهز زعما وريقه في يدك، لكن خلي فيها هك الوريقه هكية مجرد خطوط عريضه وخريطه، نعم. وخليك اخويا تكلم انت والناس اللي حاضرين معاك باش تعرف ويكون خطابك، وهي النقطه، نعم. الرابعه، نعم. ان يكون سهلا ميسورا، نعم. باش تخاطب الدكتور، نعم. والمهندس، لكن مش تخاطب زاد هاك الفلاح البسيط، نعم. ومش تخدم اكل خدام البسيط اللي اللي ما قراش، نعم. واللي ما كتبش ربي باش يواصل قرايته، نعم. خلينا ناخذ الكلمه هذه دكتور فقط لضيق الوقت، ونحب نعدل بين كل الضيوف، القعده معكم حلوه، الوقت كبسنا بدرجه غير عاديه. الدكتور روشو قال كلمات حلوه ياسر في الحلول، ان شاء الله نبنيوا عليها، ان نتمنى الائمه يبنيوا عليها. هذه الامام العلوم الشرعيه، الخطاب اللي فيه امل، الخطاب الايجابي، تحبش تضيف عليها بعض الكلمات؟ نعم. من بين الحلول اللي انا نشوفها فعاله، لانه نحن توا نتحدث على الخطاب الديني ونتحدث على الحلول، علاش في نهايه الامر عندنا نتيجه نحبوا نوصلوا لها، عندنا نتيجه نحبوا نبينوا صوره الاسلام الحق، نحبوا الناس تقبل على الاسلام، نعم. بمحبه اكثر وغيره وغيره. انا نرى انه الخطاب الديني تحب يخرج من المساجد، نعم. يزمو يخرج من، نعم. المساجد. جميل. الخطاب الديني معلاش مربوط، الخطاب الديني كان بالجامع، علاش؟ نعم. ما فهمتش علاش يحضروا كان المتدينين، يحضر كان المتدين. اول شيء يزمو يمشي للاعلام. جميل. بدرجه اولى. ولكن هنا نحب نقترح على الدكتور سيدي سي الهادي، نعم. سيدي الغالي الهادي روشو، انه الائمه الخطباء نتاعنا اليوم، وانت تعرف الشيء هذا سيدي سفيان زاده، ما يفرقوش بين الخطاب المنبري والخطاب التلفزي. ما يفرقوش. نعم. وعنا مش نذكر أسماء، عنا تلفز في تونس. نعم. يعني الله مستعان، يعني ما يقعد في بلاتوكي من هذا. إن الحمد لله يا راجل. أنت راك ماكش في الجامعة. نعم. إن الحمد لله نحمد. شفت؟ نعم. فما فرق، نفس الكلام راه، نفس الكلام يتقال في مع الناس، ناس تفرق بين الخطاب هذا واحد. نعم. اثنين، فما فكرة يمكن الناس باش تستغرب منها، وانا شفتها في بعض الخيان الدعاة في لانجلتير، انه علاش ما يصيرش خطاب ديني في مثلا في مسرح، نعم. علاش انا شفت وين منشو اسلاميك، منشو اسلاميك، علاش ما يمثلش، يعمل دور، يتقمص دور نتاع واحد عاصي والديه، وكيفاش جاء الاخر يكلم فيه على ربي، وش قال ربي، وش يعني علاش علاش شفت الفكره ذي عن الاتراك وناجحه بدرجه صفه كبيره، شفتها انا وناجحه، وان شاء الله باذن الله تعالى نعملوها انا وياك ان شاء الله. هو ربنا سبحانه وتعالى اعطانا حل من الحلول في هذه الحلقه المباركه باذن الله، وانا معك باذن الله، يدي في يدك ان شاء الله. الله يبارك فيك دكتور أحمد. أريد أن أعود إليك فيما يتعلق بالعقلية الأوروبية، الأوروبيين يؤمنوا ياسر بالأرقام ويؤمنوا ياسر بالإحصاء، هل من ضمن الحلول للخروج الخطاب الديني من المأزق هو فيه أنه يكثر الخطباء متاعنا عندما يتحدثون دائما بالأرقام، يعودون إلى بعض المفكرين الأوروبيين يعتمدون عليهم كانطلاق وتأييد بذلك طبعا بالكتاب والسنة؟ طبعا هو هذا يعيدنا إلى ثقافة الإمام والخطيب، وأنا أعتقد هذا ليس في أوروبا فقط، يعني نعم. حتى في
بلادنا الإسلامية الثقافة الواسعة للإمام، نعم، وحسن الربط بين المعاني الدينية وبين يعني معطيات في الفكر والثقافة وغيره، نعم. هذا أعتقد من عوامل النجاح عند الإمام، نعم. وأنا أريد أن أضيف عامل آخر أخي، قضية الإلقاء. نحن طبعا مثلا عندنا في الكلية هنا في فرنسا، نعم، ندرس مادة الخطابة، ومنذ سنوات جمعنا مع الخطابة التواصل. كانت المادة فقط الخطابة، أصبحنا نسميها مادة الخطابة والتواصل، والمادة مكونة من جزئين. الجزء الأول حول الخطابة نفسها وتعريفها وشروطها ويعني قضية الإلقاء وصفاته، والجزء الثاني يتعلق بتقنيات التواصل الحديث. جميل. لأنه هذا الآن أصبح علم يدرس، يعني قضية أنه الإنسان يتحدث ويعرض فكرة وكيف يقدمها، كيف يتفاعل مع الجمهور، وكيف يستطيع أن يرقب ردة فعل الجمهور، يعني الفيدباك هذا وغيره. نعم. فهذا أعتقد من الأشياء التي يحتاجها الإمام، يعني حتى يعني يطور نفسه من حيث أيضا الأداء، لأنه جميل. لا ينبغي أن ننسى أن الخطبة أيضا هي فن إلقاء. جميل. يعني أصلا من تعريفات الخطبة أنها فن الإلقاء. نعم. وبالتالي أعتقد يعني هذه من الأشياء المطلوبة فعلا. دكتور أحمد، لضيق الوقت في 30 نعم. ثانية، لو عندك كلمة تحب تتوجه بها لأي فئة معينة سواء كانت رسمية أو غير رسمية في 30 ثانية لو سمحت. يعني 30 ثانية، أعتقد أنه ينبغي أن يتاح كما ذكر الأستاذ الشيخ يعني للأئمة وللخطاب الديني أكثر من مجال، ولا يقتصر فعلا. دكتور أحمد، أنا لا أراك، لو تعاود تعدل السكايب نحن لا نراك. يعني الصورة يبدو أنها الصورة غابت. نعم نعم، لو استطعت، أو لكن نحن نسمعك. طيب، على كل تفعل. أعتذر، يبدو الصورة غابت لضعف البطارية، خير إن شاء الله. يعني نعم، فنقول هذا، يعني ينبغي أن يتاح أكثر من مجال وأكثر من فرصة لهذا الخطاب الديني حتى يصل إلى أوسع شريحة ممكنة من الناس. الله يبارك لك، شكرا لك، ابقى معنا، ما زلنا لم ننهي بإذن الله. دكتور روشو، في 30 ثانية ماذا تريد أن تقول؟ لأي جهة معينة تريد أن توجه لها خطابك؟ والخطاب سيكون موجه أساسا للمسؤولين على المالية في بلادنا، قوي شوية الميزانية لوزارة الشؤون الدينية باش نجم نكون الأئمة كما نريد. الله يبارك لك. شيخ سيف، أنا نحب نتوجه بالخطاب أو بالدعوة أو بالالتماس أو بالطلب للمعهد الأعلى للصحافة علوم الأخبار. المعهد الأعلى للصحافة علوم الأخبار زادة ينجم يعاون في الجانب هذا ويخصص شعبة، لما لا؟ لأنه نحكيه على خطاب، نحكيه على إلقاء، نحكيه على صحافة، نحكيه على الناس اللي تقدم في البرامج الدينية. لأن نشوفه في المعهد الأعلى للصحافة، وأنا قريت غديكة نشوفه ناس يخصوهم في الرياضة، يخصوهم في الاقتصاد، يخصوهم في السياسة، الخطاب السياسي، لما لا ما يكونش الخطاب الديني جميل. شعبة من الشعب التي تدرس في المعهد الأعلى للصحافة علوم الأخبار. جميل، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، يعني احنا كالعادة نريد دائما أن نفتح منافذ باش نخليه، نحب نحلوا الشاهية باش الناس تبحث أكثر والناس تلقى حلول فعلا، لأنه كما قلنا من قبل الدين هذا لا يعبر، ليس هو مجرد فكرة فقط، هو روح هذه الأمة، وإحنا لا نستطيع أن نتغذى إلا به. إحنا دائما ننتظر مشاهدينا الكرام اقتراحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك، قاعدة تأتينا بكثير من الاتصالات، بارك الله فيكم، من كل أنحاء تونس، من أوروبا، من إخواننا في المغرب، تحية كبيرة لهم. نبقى دائما بالتواصل. اقتراحاتكم في بعض المواضيع اللي تحبوا تطرحوها وتحبوا تسمعوها وتحبوا تحكيوها. ولم يتبقى لنا مشاهدين الكرام إلا أن نتوجه بخالص الشكر هنا في الاستوديو للدكتور الهادي روشو، أستاذ القراءات وعلوم الحديث بجامعة الزيتونة ومدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس ومقدم برامج دينية، وللأستاذ سيف الدين الكوكي إمام خطيب ومقدم برامج دينية تلفزية، وعبر سكايب من باريس الدكتور أحمد جبلة رئيس المجلس الشرعي الإسلامي بفرنسا. وحتى نلقاكم مشاهدين الكرام يوم الاثنين القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحيا وبالإيمان نسعد في دنيتنا، بالحب والأمان نسعى لآخرتنا، نعمل لنرضي الله ونقول غايتنا، نعمل لنرضي الله ونقول غايتنا.
يكون الجزاء جنة. نحيا وبالإيمان نسعد في دنيتنا، بالحب والأمان نسعى لآخرتنا، نعمل لنرضي الله ونقول غايتنا، نعمل لنرضي الله ونقول غايتنا، بيكون الجزاء جنتنا.